بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المجلس اليوم هو بين يدي شهر رمضان إن شاء الله، ثم نعود بعد رمضان إلى دروس التفسير إن كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شهر شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان بصحة وعافية وأمن وإيمان واطمئنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشهر رمضان كما تعلمون هو فرصة عظيمة للإنسان المسلم، وهو ركن من أركان الإسلام التي ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كان مفروضا على من قبلنا من الأمم، لكن تختلف كيفيته وماهيته وعدد أيامه وصورته. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الصيام لنا نحن المسلمين، شرعه لنا لكي يعني نصل إلى نتيجة التقوى، كما في الآية: لعلهم يتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رجاء أن تتقوا وأن تجعلوا بينكم وبين نار جهنم وقاية. والصوم كما تعلمون في اللغة هو الإمساك، يمسك الإنسان ما يتكلم، هذا صائم. أمسك: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فاللغة العربية معنى الصوم الإمساك، أمسك عن الطعام، أمسك عن الكلام، أمسك عن الشراب، أمسك عن كل شيء. ولكن في الشرع، في الاصطلاح، لما نقول في الاصطلاح يعني في الشريعة الإسلامية، معناه أن يتعبد المسلم ربه سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. يعني لو واحد نايم وما صحي على السحور وما كان ناوي الصيام وقال خلاص ما في أكل ماشي الحال، ما نوى الصيام، هو هذا لا يعتبر صائم. لا بد للصيام من نية، وخاصة شهر رمضان، من لم يبيت النية قبل طلوع الفجر فلا صيام له. لا بد اليوم إن شاء الله يوم الأربعاء، مساء الأربعاء هي يعني بيكون ليلة رمضان، لأنه الخميس صيام ولا لا إن شاء الله تعالى. فالإنسان ينوي بعد، طبعا بيكون عند الغروب بيكون ظهر هلال شهر رمضان، لكن لا يرى أول ليلة، لكن يرونه بالمجاهر وبالمكبرات. وثبتوا يعني طالما ثبت يعني بوسائل الإعلام فيعتبر دخول شهر رمضان من غروب يوم الأربعاء إن شاء الله. فيبيت الإنسان النية، يعني يقول نويت أن أصوم، لو قال ما قال بلسان، لو قال بقلبه: نويت أن أصوم شهر رمضان لهذا العام إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى. وكل ليلة إذا تذكر بينوي التجديد النية، بيكون أفضل. يعني هو لو ما يعني نسي بعدين خلال الشهر لا يؤثر إن شاء الله، لكن الأفضل والأحسن احتياطا أن ينوي الإنسان الصيام. والصوم في كما يعني ورد له أقسام: في صوم واجب
وفي صوم تطوع ونافلة. والصوم الواجب نوعان، صوم رمضان هذا فرض، يعني واجب وفرض، من الواجب يعني يساوي الفرض، هذا فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر، يعني ما هو مريض ما هو عاجز، فيجب عليه الصوم في هذا الشهر المبارك فرض، يعني فرض عين، يعني هذه العين يعني على كل عين، متى ما وصل إلى سن البلوغ وكان عاقل ومسلم، طبعا كافر ما عليه صيام لأنه كافر، فلا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا على الصيام. واحد مريض عاجز بالمستشفى ما هذا ما عليه صيام، هذا يفطر بعدين له أحكام أخرى نراها كيف يتم صيام المريض، وإذا كان يعني عنده مرض مزمن لا يعني يبرأ منه فهذا يخرج عنه كفارة أو فدية عن كل يوم إطعام مسكين. فالصوم إذن هو الواجب هو على نوعين، واجب بأصل الشرع وهو صيام شهر رمضان، وواجب يوجبه الإنسان على نفسه، مثل طالب عم يدرس يقول إن نجحت إن شاء الله هذا العام في الشهادة الثانوية سأصوم 3 أيام لله سبحانه وتعالى شكرا لله، كان مسافرا أو كان والده مريضا أو يعني أمر ما فنذر إن شفى الله والدي، إن شفى الله والدتي، إن جاء أخي من السفر، إن نجوت من يعني من مأزق أو من عمل كان فيه خطر عليه فسأصوم لله يوما أو يومين أو 3، صار واجب عليه، أول ما كان واجب عليه هو أوجبه على نفسه، وهذا يسمى النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا يعني صوم النذر واجب أوجبه الإنسان على نفسه. وفيه أيضا صوم الكفارات، أنت حلفت يمين أنا يعني لا أكلم أخي أو لا أذهب لزيارة عمي، ويمين أقسم بالله العظيم لن أخرج إلى المكان الفلاني، أو كان يعني مبتلى بشيء مثل ما بيفعلوا المدخنين بيحلف يمين وثاني يوم بيرجع للدخان، فهذا حلفت يمين ما يجوز لك أن ترجع إلى ما كنت عليه إلا أن تخرج الكفارة إطعام 10 مساكين، إن لم تستطع ما عندك فلوس بدك تصوم 3 أيام إطعامهم أو كسوتهم، اليوم بدك تكسيهم بكلفوك خير الله، يعني بدك مبلغ ما هو بسيط، يعني أنت إذا بدك تكسي نفسك بدك مبلغ يعني كبير، فالناس بيقول لك أنا ما عندي لا إطعام وما في، يلا يلا إطعم حالي، أنا ما عامل حالي حالي سندويشي ولا حاجة، فخلاص بنصوم أخي، أي بتصوم عليك صيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين. في كفارة تسمى كفارة الظهار، هذا أخونا يعني ما شاء الله تزوج وصار يعني يوم يحلف بالطلاق ويوم يحلف بالظهار، ويقول لزوجته بالظهار أنت علي كظهر أبي أو كظهر أمي، كظهر أمي أنت علي كظهر أختي، يعني يجعل زوجته مثل أمه ومثل أخته، فهذا ظهار، هذا بده يصوم 2 شهر متتابعين، يعتق رقبة ما في رقبة الآن، بده يصوم 2 شهر متتابعين صيام أو إطعام 60 مسكين، كمان 60 مسكين بده يطعمون ويطعميون وكذا، هذا عقوبة له على لأنه هو تصرف خطأ، فهذه يعني هذه من يعتبر من الصوم الواجب الذي ألزم المكلف نفسه بالصيام في ذلك. هناك صوم مستحب كما تعلمون، صوم المستحب في صوم تطوع، يصوم يوم بيفطر يوم، سيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، بيصوم يعني مو الاثنين والخميس، لا هالشهر مثلا اليوم بيصوم بكره بيفطر بعده بيصوم بعده بيفطر، يعني يناوب يتقوى يصوم الدهر كله. في ناس يعملوا ذلك، نعم في أناس يصومون يصوموا يوما ويفطر يوما،
وفي ناس لا، هذا في صوم أيام وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة شوال بعد نهاية رمضان بعد العيد بيصوم ستة أيام من شوال متتابعة أو متفرقة. نعم هذه يعني فيها أجر كبير. في صيام أيام البيض من كل شهر ثلاثة أيام، وهذه كان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كثير من الصحابة، أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وصوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى كل اثنين وخميس، فالإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء وقبله التاسع، يعني هذه من الأيام التي ورد صيام فضل صيامها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعتبر هذا صوم متطوع يعني تطوع. هناك صوم منهي عنه، يعني كما أمرنا بصوم واجب في أيام ممنوع نصومها محظور، شارع حمراء ترتكب إثم، أنت صائم ترتكب إثم لأنك خالفت يعني الشرع وخالفت الدين. منها يوم العيد، عيد الأضحى وعيد ثلاثة أيام بعد وأيام التشريق، يوم 11 و12 13 هذه أيام أكل وشرب، هذه ما بيصوم الإنسان، إنما يعني لا يجوز له، حرام. ويوم الفطر، يوم أيضا عيد الفطر كذلك، لأنه يوم فرح ويوم سرور ويوم ابتهاج، فالإنسان لا يجوز له أن يصوم هذا. في صوم مكروه، الصوم المكروه هذا بالنسبة للحاج في مكة يوم عرفة يوم التاسع يكره له أن يصوم. نحن هنا نصوم يوم عرفة وبكفرنا سنتين مثل يوم عاشوراء، لكن الحاج ممنوع يصوم. لماذا؟ لأنه بحاجة أن يتقوى، وعنده مناسك وعنده رجم وعنده مبيت وعنده ذهاب وعنده أفعال مناسك الحج، فتحتاج إلى نشاط وإلى همة وإلى قوة، فإذا صام يضعف الإنسان جسمه، لأنه الصيام يضعف الجسم، الإنسان يمتنع عن الأكل وعن الشرب فيصبح يعني خامل ما هو نشيط وكذا، فهو بحاجة أن يكون قويا وأن يكون نشيطا. ولهذا يعني وردت أحاديث كثيرة في فضائل الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيعني رمضان فرصة كبيرة للإنسان المسلم أن يعني تغفر له أخطاؤه وسيئاته وما اقترفه وما فعله وما خالف فيه يعني الشرع خلال سنة، فيأتي رمضان ليمسح وليطهر الإنسان من الذنوب ومن الخطايا التي وقع فيها خلال السنة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر كبائر الذنوب التي يعني فيها توعد الله في أبياب عذاب وبعقاب، يعني الصغائر الذنوب، يصلي الظهر ويعني نظر هيك وماشي بالشارع طلع شاف شيء كذا، يعني بيجي يصلي العصر الله يعني بيمسح له الخطيئة اللي حصلت منه، فهذه يعني زل لسانه تكلم بكلمة كذا أخطأ بشيء، فالصلوات تكفر الذنوب. والجمعة إلى الجمعة كذلك، شوف كرم الله عز وجل، من الجمعة إلى الجمعة كمان تكفر الذنوب، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فما أعظم يعني من فضل الله ورحمته، يعني المسلمون والسلف الصالح كانوا ينتظرون رمضان بفارغ الصبر، ما يسدوا يدعوا ستة أشهر أن يبلغهم الله رمضان، لأنه في أجر كبير فيه، يعني الله سبحانه وتعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به،
يعني قال الإنسان يوم القيامة عليه سيئات كثيرة وعليه أخطاء وعليه ذنوب وعليه كذا، بصير تسقط عنه الحسنات اللي عملها، وسابب فلان ومغتاب فلان وقذف فلان وتكلم على فلان، بصيروا يأخذوا كل من حسناته. الصوم مخبى، وين مخبى؟ عند الله سبحانه وتعالى. الصوم لي هذا، ما حدا بيمسه، ما حدا بيجي ولا حدا بياخذ منه حاجه. خذوا من بقيه الاعمال كلها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. فاذا فلس الواحد ما عاد عنده شيء نهائيا، يطلع الصوم لكي يعني ينال المسلم الصائم رحمه الله سبحانه وتعالى. وانا اجزي به، قال اذا ربنا قال انا اجزي به، جزاء الله عظيم، مو مثل يعني عطاء الناس، عطاء الله لا حدود له ولا يقدر. كم عطاء الله؟ الله أعلم كم. فلذلك السلف الصالح والصحابة ومن كان قبلنا كانوا يحرصون على أن يصوموا صياما صحيحا، وأن يستقبلوا رمضان، وأن يدعوا الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم شهر رمضان، وأن يعني يكونوا من عتقاء شهر رمضان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو كان يبشر الصحابة؟ شو كان يقول لهم؟ ويبشر الأمة كلها. كان يقول صلى الله عليه وسلم: جاءكم رمضان أو أتاكم رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتقلب فيه أبواب النيران، ولله في كل ليلة عتقاء من النيران. نعم، وفيه ليلة خير من ألف شهر. ألف شهر قديش تعرفوا كم بالرياضيات؟ ألف شهر لما نقسمها على 365 يطلع كم؟ 83 سنة. مين عمره الأتي 83 سنة؟ لك بليلة واحدة بتحصل أجر 83 سنة. واحد يضمن الإنسان أنه يعيش 83 سنة؟ مين منا بيضمن نفسه أنه يعيش 83 سنة؟ عم يموت ويشوف بالزلزال، مات عمره 15 و20، وبالكورونا كانت تحصد الكبار وصغار، ما خلت أحد. فأنت لما تدركك ليلة القدر في شهر في سنة وأحييت هذه الليلة وقمت بالعبادة ودعوت الله سبحانه وتعالى، سجل لك 83 سنة عبادة. شو هالكرم الإلهي؟ شو هالعطاء؟ شو هالمنحة هاي؟ ما هي موجودة ولا يمكن أن يحصل عليها الإنسان. لابدك بالليل وبالنهار أنت، نحن التي واحد بيعبد له ربه سنة سنتين 10 سنوات وبيجد نفسه إنه والله أنت هون تسجل لك 83 سنة. وإذا كمان الله أكرمك عشت كمان رمضان آخر 2 أو 3 أو 4 وضربهم كل واحدة ب83 سنة، لكن بشرط بدك تكون يعني سليم النية، تائب إلى الله، مقبل على الله، موقن بعطاء الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لذلك كانوا السلف الصالح يعني يكثرون من العمل في رمضان، يكثرون من الطاعة، يكثرون من تلاوة القرآن، يكثرون من الصدقات. الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، كان يختم في رمضان 60 ختمة، 30 بالنهار و30 بالليل. الواحد منا عم يقرأ له نصف جزء ويجي النوم وينعس ويسكر المصحف ويحطها ويروح ينام. كل يوم 24 ساعة ختمتين، ختمة في النهار وختمة في الليل. وما هو بس الإمام الشافعي، كان كثير من السلف الصالح. كان الإمام مالك صاحب المذهب المالكي إذا أقبل رمضان كان له درس في المدينة المنورة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كان أقام في المدينة هو، لكن تشهر مذهبه في المغرب العربي سبحان الله. يعني هو نشأته كانت في المدينة ومذهبه صار في المغرب العربي، في تونس، في الجزائر، في هناك يعني أكثرهم كلهم على المذهب المالكي. المهم كان يسكر كتاب الحديث يقولون خلاص الآن ننصرف إلى القرآن، فكان يعني يقرأ القرآن ويتلو القرآن، لأنه رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان ابن البخاري، الإمام البخاري صاحب صحيح البخاري، كان له في كل يوم ختمة للقرآن الكريم كل يوم.
كل يوم ختمة. طيب يقول شلون هذا بيقرأ هذا يعني شو بيقلب صفحات ولا شو؟ لا، حسبوها أن الإنسان في 10 ساعات ممكن يختم القرآن الكريم، بالساعة يقرأ 3 أجزاء صح؟ وأخونا هون ما شاء الله من إن شاء الله اللي يخلص ختم القرآن كل يوم، يعني كل ساعة 3 أجزاء، 3 × 10 = 30. وإذا كان عم يقرأ حذر يعني أسرع شوي، ب8 ساعات بيخلص القرآن الكريم، 8 ساعات. لكن الهمة والعزيمة والتصميم، مو والله إنه أنا قرأت وتفشت وعرف إيش وتعبت وبدي نام وبدي لك، هذا شهر عبادة مو شهر نوم، عم يستنوا بالليل وبالنهار ليدركوه. إذا في ليلة واحدة فيها 83 سنة عبادة، فما أدراك بالقرآن. القرآن شافع لك، بيشفع لك. قلنا لكم كيف يأتي القرآن، يأتي الملائكة في القبر للإنسان ويأتون من قبل فمه، من قبل فيه، قلوا بعد عنه هذا كان يصوم، يأتون من قبل رأسه، هذا حافظ القرآن وعلى القرآن، شلون بيكون تعذبوه؟ فالقرآن يدافع عن صاحبه، يدافع ويحميه من العذاب، ويشفع له أيضا في يوم القيامة. القرآن يشفع. فلذلك بدنا يعني نكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان، ونخصص نعمل برنامج، نعمل خطة، يعني لازم أقرأ أنا أقل شيء، أضعف الإيمان، وهذا يعني أبسط شيء، تقرأ جزء، أقل شيء تقرأ جزء. شو رح يأخذ معك؟ ربع ساعة، ثلث ساعة؟ نعم. وممكن يعني تعمل أنت أيضا يعني قراءة أخرى، قراءة تدبر، يعني صفحة واحدة، إذا عندك كتاب تفسير أو في محمل في جوالك كتاب تفسير، قل اقرأ أنا بس صفحة واحدة من سورة البقرة بالتفسير، صفحة واحدة. يأتي نهاية رمضان بكون قارئ 30 صفحة متدبرها وفهمانها. وإذا زدت كمان صفحتين بصير بتخلص البقرة تدبرا، فهم للمعنى، فهم للتفسير. والتلاوة ماشي فيها، برنامج التلاوة ماشي، وبرنامج التدبر ماشي. فعلينا نحن، لأنه شهر رمضان شهر القرآن، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يعني يقبلون في شهر رمضان على طاعة الله، ومن الذين يعني يستغلون هذا الشهر بالطاعة وبالعبادة وبالانصراف إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا يعني قبل النهاية أن نقول أن الصوم 3 أنواع. الصوم ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين، الصوم له 3 مراتب أو 3 درجات، في صوم العموم، وفي صوم الخصوص، وفي صوم خصوص الخصوص. فشوف لي حالك أنت وين بتنزل، بصوم العموم ولا بصوم الخصوص ولا بصوم خصوص الخصوص. وإن شاء الله الدرس القادم بكرة إن شاء الله منشرحها ونتكلم عن أشياء مهمة بالنسبة للإنسان الصائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.